هذا البرنامج برعاية برحب بكم مرة تانية. أهلا بكم كل مشاهدينا الكرام. دلوقتي احنا هنتكلم عن منظومة مهمة قوي وهي منظومة الصرف في مصر. المنظومة دي مفروض انها اذا صلحت بتصلح بعدها حاجات كتيرة قوي، طبعا في الزراعة، ايضا بعد كده في المباني، بعد كده بيبقى في يعني عملية اكتزاب الاستثمارات في المنح الزراعي ومناحي اخرى مختلفة. فاذا هذه المنظومة هي مفتاح سري لنجاح الكثير جدا من آليات الاقتصاد في مصر. كيف الآن نستطيع أن نوصف منظومة الصرف في مصر، مشاكلها، إذا كان هناك مشاكل ضخمة أو عضال إزاي إحنا ممكن نقف ونحلها، وإذا كانت مشاكل بسيطة إيه هي، وإذا كان لدينا خريطة لعملية التلوث في مصر وتلوث الصرف طبعا بكل أشكاله بقى زراعي وصحي وما إلى ذلك، كيف نستطيع أن نستعرض هذه الخريطة بمنتهى الشفافية ومن غير ما نحرج من نفسنا ونعرضها بمنتهى الصدق والأمانة مع ضيفنا الكريم اللي منورنا طبعا في الاستوديو، المهندس إبراهيم سلمان رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الصرف في غرب الدلتا بوزارة الموارد المائية والري. مرحب بك يا فندم. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين، وبنشكر البرنامج على يعني احنا بنشكر حضورك طبعا. لا احنا بنشكر البرنامج طبعا، بنشكر القناه على انها فتحت موضوع مهم زي الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه ان شاء الله دلوقتي. طيب اهميه الصرف يا فندم، احنا عايزين نتكلم عن هذه المنظومه. طب خلينا الاول قبل ما نتكلم على المنظومه واهميه الصرف نتكلم ازاي المنظومه دي بتدار. أيوة. في جمهوريه مصر العربيه. تمام. الهيئه المسؤوله عن الصرف، طبعا الصرف الزراعي بنتكلم عليه، هي الهيئه المصريه العامه لمشروعات الصرف. دي بتتبع مباشره معالي الوزير وزير موارد المياه والري، والهيكل بتاعها او توزيعها على مستوى الجمهوريه من خلال 6 اقاليم. بنتكلم ناخدها كده من تحت كده، بنتكلم على اقليم مصر العليا، بنتكلم على اقليم مصر الوسطى، بنتكلم على اقليم غرب الدلتا، بنتكلم على اقليم وسط الدلتا، بنتكلم على اقليم شرق الدلتا، واقليم القناه وسين. كل اقليم من هذه الاقاليم بيتبعوا عده ادارات. كل اداره من هذه الادارات بيتبعها عده هندسات. كل هندسه مسؤوله عنها مهندس. مهندس ليه كافه الصلاحيات لاداره المنظومه داخل هندسته. لو احنا اتكلمنا على الزمام اجمالي مثلا لاي اقليم من الاقاليم دهيت بيتراوح من 1 مليون فدان ل 2 مليون فدان. هندسه تقريبا ما بين 40,000 فدان لغايه 50,000 فدان. في هذا المهندس الموجود في الهندسة اللي هو بيكون قريب في الزمام الصغير اللي هو حوالي 50 أو 40,000 فدان له كافة الصلاحيات. ما عندناش مركزية في قرار، قرار من مهندس الهندسة الموجود اللي هو قريب للفلاح قريب للمنتفع. نتكلم عن المشاكل اللي بتقابلنا احنا كهيئة صرف، الصرف الزراعي بالذات فيما يخص اللي هي منظومة الصرف. مصارف اللي هي عندنا نظامين من الصرف، في اللي هو الصرف المكشوف، مصارف اللي هي مكشوفه، في اللي هو الصرف المغطى. الصرف المغطى ده بيبقى على مستوى الحقل. نتكلم عن الصرف المكشوف والمشاكل اللي بتواجهنا من الصرف المكشوف. مشاكل هي مشاكل عده. لا نخفى يعني علينا كمصريين بعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا التعديات الصارخه على المصارف المكشوفه، سواء من مباني او صرف صحي او ازاله او تجريف للجسور، حد عايز يعلي ارض او كلام كده، تجريف للجسور، ودي طبعا هنتكلم عليها بعدين في مشكله غرب الدلتا اللي حصل في السيول و الى اخره نتيجه تجريف هذه الجسور. هنقول لحضرتك ايه اللي حصل. نعم. لما نتكلم في هذه المرحله بنتكلم برضو من ضمن الحاجات الثانيه اللي هي المشاكل بتقابلنا اللي هي المخالفات اللي بتتم على شبكات الصرف المغطى. شبكه الصرف المغطى بتبقى موجوده في ارض الفلاح، بتبقى عباره عن منظومه حقليات ورأسيات بتصب على مصرف مكشوف، بتبقى دي كلها تحت ايد الفلاح. المجمع بيبقى فيه عباره عن مجموعه من غرف التفتيش. غرف التفتيش بيبقى لها غطيان. الغطا ده الفلاح بيشيل الغطا بتاع الموجود بتاع المجمع، بيبتدي يستخدمه استخدام مش مظبوط. المجمع ده اساسا بيخدم غيطه وغيط جاره وغيط جاره وغيط جاره. لما يجي يقفل هذه الغرفه فبالتالي بيمنع صرف جيرانه اللي هم ايه في اللي يعتبر قبل منهم على طول.
حاجة تاني برضو من ضمن المشاكل اللي بتقابلنا اللي هي محطات الصرف الصحي اللي موجودة على مستوى الجمهورية. ودي منظومة في الحقيقة كان الأول كله كان بيخاف يتكلم عن هذه المنظومة، إلا إن في النظام الحالي في تعاون وثيق ما بين وزارة الموارد المياه والري متمثلة في الهيئة العامة لمشروعات الصرف المتحرك ووزارة الإسكان. تعاون وثيق وثيق جدا جدا جدا، وابتدينا نحط ايدينا على النقط اللي هي اكثر تلوثا. معلش يا باشمهندس ابراهيم، هو ما كانش فيه تعاون الاول؟ هو طبعا عارف المنظومه مش ما كانش فيه تعاون. كان كل جهه، انت عارفه زمان برضو كان كل جهه بتشتغل لوحدها. طبعا النهارده الوضع اختلف اختلاف تام. نتيجه طبعا توجه القياده السياسيه والناس الموجوده ابتدت لابد من التعاون. يعني ما نرميش احنا المشكله على وزاره ثانيه او كلام من كده، لابد من التعاون، وده اللي حاصل حقيقي النهارده. في تعاون وثيق ما بين وزاره الاسكان ووزاره الري متمثله في الهيئه العامه لمشروعات الصرف الزراعي. احنا صرف زراعي مش صرف صحي. نعم، عشان برضه في كثير من المشاهدين ما يعرفوش يسمع كلمه صرف يتهيألوا على طول صرف صحي. بالظبط كده. نعم بالظبط كده. ولكن احنا عندنا المشكله والازمه في الزراعي والصحي، مش كده يا فندم؟ هو طيب اتفضلي. تأثر الصرف الزراعي بالصرف الصحي تمام. يعني احنا اول هنتكلم ايه فايده الصرف الزراعي بالنسبه للاراضي الزراعيه. نعم، هنمثل الارض زي الانسان. في الغذاء وفي الاخراج. تصوري مثلا لو انسان جاله احتباس لمده معينه، ايه اللي ممكن يحصل؟ تحصل عنده مشاكل كتيره جدا في اعضاء جسمه بالكامل. الارض نفس الكلام، لابد من ان احنا نصرفها الصرف الجاي. طبعا احنا لينا طبعا دي في حاجات علميه وفي عمق صرف اللي هو اللي هو اسفل جذور النبات وكلام من كده، بيتراوح ما بين متر متر ونص. فعشان انا اخلي الارض دي جيده لازم يكون ليها صرف جيد عشان اوفر المناخ الجيد في منطقه الجذور، ان النبات يطلع صحته كويسه، يطلع جودته عاليه، يطلع انتاجه اكتر. وفي نفس الوقت لو انا ما صرفش الارض جيد، الارض بيحصل لها انها بتتملح. مجرد ما الارض بتتملح يبقى مره تانية مش تنفع ان يتزرع عليها، فبالتالي بنخسر اراضي زراعيه كتير لو انا ما احسنتش الصرف الزراعي في هذه الاراضي. طيب ايهما اخطر؟ يعني اخطر على التنميه، اخطر على ملفات كتير قوي، الصرف الزراعي يا فندم لما يكون في نوع من انواع يعني المشاكل، او لو قلنا لو تهالك لا قدر الله الصرف الزراعي، ولا لو تهالك الصرف الصحي، ايهما سيكون له تاثيراته الاقوى؟ يعني لازم نفصل ما بين الاثنين حضرتك. احنا بنتكلم على بنيجي نتكلم على الصرف الزراعي وتاثيراته، احنا المنظومه ليها عده عناصر. اول عنصر في منظومه الصرف الزراعي اللي هي الصيانه الدوريه. عندنا جميع شبكات الصرف المكشوف والصرف المغطى بيحصل لها صيانه دوريه، بتصرف عليها مبالغ، الدوله بتصرف عليها مبالغ مش شويه، علشان نقدر نحافظ ونطول عمر هذه الشبكات. واللي بينتهي عمره الافتراضي بيبتدي يتعمل له احلال وتجديد، زي موجوده لسه كان في افتتاح لصحاره اسمها صحاره الرهاوي. وكان في افتتاح امبارح تجريبي لسه لصحاره اسمها صحاره الخيري. دي معمول لهم احلال وتجديد انتهى عمرهم الافتراضي. فبالتالي لما انا اجي اتكلم على الصرف الزراعي، لا، الصرف الزراعي مهم جدا، اللي عنصر اساسي في التنميه الزراعه. بيقوم على الزراعه حاجات كتيره جدا. بتقوم عليها الصناعه، الايدي العامله اللي بتشتغل، بنتكلم على ملايين من الناس. لما نيجي نتكلم بقى على الصرف الصحي حضرتك، دي منظومه تانية خالص. بالظبط كده. طيب النهارده لكن باشمهندس ابراهيم، لو لينا تساؤلات شويه على الصرف الصحي نتجنبها ونتكلم بس على الصرف الزراعي. يعني هو يفضل ان طبعا الصرف الصحي ليه مختصين وليه الناس المسؤوله عنه تقدر تتكلم. انا اقدر اقول بس في اللينك اللي بيننا بسيط. اقول لك ايه اللينك اللي بيننا وبين. هو طبعا انا النهارده لما اجي اصرف اي منطقه سواء صرف زراعي او صرف صحي، هودي الميه دي فين؟ اوكي. لازم اوديها المكان مكان. لو احنا اتكلمنا إيه؟ لو مكان نهائي هتخلص منها نهائي. سواء زراعي او صحي. الصرف الزراعي احنا بنعيد ايه المكان ده؟ ايه المكان اللي ممكن نقول عليه نهايه الكون يعني؟ هنتكلم عموما على الصرف الزراعي. نعم. خلاص؟ طبعا احنا هنا في مصر طبعا نتيجه زي ما حضرتك عارفه احنا حصتنا ثابته. طبعا. بعد بناء السد العالي 55.5 مليار
متر مكعب. نعم. كنا عددنا كام في سنه في الستينات؟ كان حوالي 20 مليون. 20 مليون تقريبا. حاجه و20 مليون. النهارده احنا بنتكلم في 90 حاجه و90 مليون. ونفس الحصه ثابته. فبالتالي لابد من ايجاد وسيله لان نعوض الفرق. طب انا احتياجاتي كام؟ بنتكلم ما بين 75 مليار متر مكعب في السنه ل 80 مليار متر مكعب في السنه. نعم. يعني بنتكلم في حوالي 25 مليار بنعوضهم ازاي؟ بنعوضهم من ثلاث حاجات. اول حاجه بنعيد استخدام الصرف الزراعي مره واثنين وثلاثه. ثاني حاجه باخد من المخزون الجوفي بسحب السحب الامن. ثالث حاجه بنيجي للمنظومه بالكامل بنعمل حاجه اسمها تطوير. بمعنى بنمسك المجاري المائيه الموجوده بنعملها شيء من الصيانه معينه. على اساس ان انا ادي الفدان او ادي الزرع كميات الميه اللي محتاجها الزرع. طبعا الزرع بيحتاج كميات برضو، دي برضو عايز نتطرق في هذه الجزئيه. الزرع الفدان بيحتاج قد ايه ميه في اليوم؟ لان برضو في ناس كتيره ما تعرفش، في ناس بيروا خلاص، وفي فلاحين يعني مشتغلين من زمان بالظبط وعندهم معلومات مش حقيقيه. هو الفدان ليه دي كميات ميه بياخد اكتر من كده ما ينفعش. لو نتكلم على ان انا بندي ري سطحي بنتكلم في 66 متر مكعب في اليوم. لو بنتكلم على الري متطور بنتكلم على 20 متر مكعب في اليوم، اكتر من كده ما ينفعش، اقل من كده الارقام دي يا باشمهندس ابراهيم تبلور ازاي؟ ما ده اللي بتكلم عليه. في تطوير الري اللي انا بعمل بدل ما هو بيشتغل عشوائي بشغله في منظومه محدده. يعني بديله كميات الميه اللي هو عايزها في التوقيت المناسب بالكميه بتاعته المناسبه، فبالتالي اقدر استخدم الوفر ده هوت وادي حته تاني محتاج. يعني هو الفلاح مش هيشغل دماغه، هو هيجي له هذا المقنن وهيستخدم هذا المقنن من خلال وحدات موجوده على الحقل بتاعه. نعم. تدي له التصرف بتاعه سواء ري سطحي او ري متحرك او ري متطور. نعم. خلاص كده. طيب ادي الثلاث وسائل اللي انا بحاول اعوض بيها الفرق في الحصه بتاعتي، ما اقدرش ازودها الا بهذه الطريقه. طب انا النهارده لما اجي استخدم صرف الصرف الزراعي مره واثنين وثلاثه ويجي له بقى ملوثات. ملوثات مختلفه. نتكلم عن سلوكيات النهارده الفلاح المصري ذكي. لما بتموت عنده بهيمه او بتموت عنده طير هيوديها فين؟ ايه اللي بيجري قدام منه ماشي؟ على النيل على طول. النيل او ترعه او مصرف قدام منه بيرميها. ضامن كويس جدا انها ماشيه بعيد عنه. ما يعرفش انها راحه لجاره لاخوه لابوه. وتتصدر له بشكل اخر. بالظبط. خطر. ده مثلا حاجه من الحاجات. القمامه اللي بترميها النهاس برضه نفس الكلام. كل دي كلها مشاكل احنا بتقابلنا كمنظومه. طبعا انا الكلام ده كله في الاخر مين بيشيله؟ ما هو وزاره الري. مين بيصون هذه الكلام؟ ما هو وزاره الري. طب هي وزاره الري ما لهاش تعامل او بروتوكول مع وزاره البيئه في حاجه حاليا زي كده؟ حاليا موجود مع وزاره البيئه. برضه ده ما كانش موجود مع الاول. وزاره البيئه لا ما كانش موجوده فن. طب نتكلم على قبل الثوره. كانش يعني ما كانش موجود. النهارده في تعاون مع جميع مؤسسات الدوله. هي كانت كل وزاره قاره لوحدها تقريبا. بالظبط. النهارده بتكلم على وزاره البيئه في تعاون شديد ووثيق مع وزاره الاسكان مع البحث العلمي. النهارده احنا مع المجتمع المدني شغالين مع في بروتوكولات النهارده مع المجتمع المدني شغالين فيها برضو في حته اللي هي اقلل مصادر التلوث. ان في جهات معينه او مجتمع مدني معين ابتدى يحس بحجم المشكله اللي احنا بنعانيها. النهارده الصرف الزراعي ما فيش فيه مشكله مثلا الصرف الصحي والصرف الصناعي. وده اللي هو الكارثه الكبيره بالنسبه لنا الصرف الصناعي. ومن هنا من برنامج حضرتك انا بناشد اصحاب المصانع. دول ايديهم طايله. ليه ارمي الناتج بتاعي من غير ما اعالجه؟ بيبقى عنده وحدات المعالجه موجوده جوه مصنعه. بس انت عارف حضرتك بقول. طب هو الفلاح بيرمي عشان قله حيلته. بالظبط كده. هو ما عندوش يعني بديل اخر يتصرف فيه في مخلفاته لانه هو قليل الحيله، ما عندوش امكانيات يعمل ده. بالظبط. ولذلك هذا العتب ده مش عتب بقى، ده اتهام. انا بتهمش حضرتك، انا يعني بنتكلم برضه النهارده. اي حد عندنا قوانين. وقوانين. ايوه هي القوانين بقى. يعني عندنا قوانين وقوانين القوانين تلزمها مراقبه. اكيد احنا عندنا يعني عندنا
شبكة من الرقابة كفيلة بإنها فعلا يعني تردع المصانع على السلوك ده يا فندم؟ أنا مع حضرتك، لكن برضو يعني تطبيق القانون بحذافيره مرتبط بكذا جهة. يعني أنا احنا بالنسبة لنا كوزارة ري لينا دور إن أنا بحدد مكان المخالفة وبحرر محض المخالفة. هناك من الجهات المسؤولة عن التنفيذ في الطبيعة، نتكلم على الأجهزة الأمنية، طبعا أنت عارفة الأعباء الأمنية، لأن احنا أحيانا يمكن من ضمن المشاكل اللي كانت بتقابلنا إن أنا إزاي أزيل هذه المخالفات، بنضطر لتدخل القوات المسلحة في حاجات اللي هي الحاسمة زي ما حصل في الأزمة، كان لابد من تدخل القوات المسلحة مع الشرطة مع وزارة الري لإزالة مخالفات موجودة في مجاري مائية أنا عايز أوسعها عشان أمشي ميتي. فتدخلت معانا القوات المسلحة وفي نماذج هقولها لحضرتك وقدرنا نخلص هذه عشان أشتغل بهذه المنظومة على مدار العام كله أو الوقت كله. طب ما هذه الجهات عندها مهام أخرى. بالظبط كده. لكن أنا إحنا كوزارة ما عندناش القوة، أنا عندي قانون بطبقه، لكن ما عنديش القوة إن أنا أتعامل مع بتوع المصانع أو حتى الأهالي يا فندم. أو حتى الأهالي ما عنديش القوة. والنهارده يعني حتى ده مثل الشعب بتاعنا اللي هو بيقول من أمن العقاب أساء الأدب. صحيح، نعم، بالظبط كده. فهو إحنا بنفضل في هذه الحالات مشاركة المجتمع المدني بالحسنى، تيجي منه نبع منه، عشان هنا ممكن نولد الانتماء الوطني. يعني لكن انا النهارده انا هاجي هشيل له مصنعه، اه بصي دي الدوله شالت وعملت وبتاع بتمنع المستثمرين وغيره. هو ده حل مش يعني مش ايجابي، لان هنتواجه بمجموعه من المشاكل دي، ممكن في مرحله من المراحل الصناعه هتموت. يعني ده مش هو ده الحل الإيجابي. لكن زي حضرتك ما بتقول كده، إذا كان هذه القوانين إلى الآن لم تأخذ مجراها المؤثر أو بشكلها اللي إحنا مستنيينه، فعلى الأقل نفعل ده من جهات أخرى زي حضرتك ما بتقول. بالزبط. منظمات المجتمع المدني، الجمعيات المختلفة، الإعلام. بالزبط. طبعا توعية. يعني توعية. بالزبط. طبعا. بالزبط. طبعا. استخدام يعني الحديث وال يعني التحاور الديني من خلال أئمة المساجد. بالزبط. طبعا. بالزبط. والكنائس. بالزبط. وهذا الدور اللي على فكرة بيوصل جدا جدا جدا. أكيد. جدا حقيقي. إن احنا برضو عندنا برضو ناحية دينية سواء اخوه مسيحيين او مسلمين. احنا شعب عاطفي، وعاطفي يعني ايه؟ يعني روحاني، يعني ديني. بالظبط. ده شيء حقيقي. طيب ماشي، احنا قدامنا الكثير من البدائل، وحضرتك لخصتهم في ثلاث بدائل، لان انا مقنني ثابت. بالزبط. ولذلك انا هلجأ لاشياء احس من ناحيتها بالامان، امان المائي بتاعي. بالزبط. من حضرتك ذكرته هو ان انا هعيد استخدام مره اخرى مياه الصرف الزراعي. بالزبط. ده هذا الملف اولا هيكلفني قد ايه، وهقدر ان انا اعمل عمليه اعاده التدوير مره اخرى للمياه كم مره؟ يعني اكيد ليا في الاخر بقى نصاب معين. بالزبط. اصبحت المياه كده ميتة. هو طبعا برضه خلينا حضرتك نتكلم على كيفيه الخلط واسلوب الخلط. وهو طبعا الموضوع مش عشوائي، الموضوع برضه بينظمه قانون لاسس وحدود طبقا للمتغيرات الموجوده في المايه. لازم اول بتعمل تحليل المايه تحليل معينه، بتطلع عناصر معينه، لو عناصر دي اكتر من الحدود اللي بيسمح بها القانون لا يسمح بالخلط. اذا كانت هي في الحدود المسموح بها قانونا يبقى بنبتدي في الحاله دي بنبتدي نخلط على الترع عشان نعوض اذا قلت حضرتك النقص الموجود عندنا في الميزان المائي. نعم. طيب في سلوك انا ماليش سيطره عليه. يعني انا مصرف فيه تلوث. وجي فلاح من الفلاحين او منتفع من المنتفعين روى ارضه من هذا المصرف. ده سلوك برضه سلوك سيء. لابد من التوعيه. هو النهارده بيلاقي عنده الانتاج روى المياه فيها تلوث صحي. اداله انتاج كتير. ابتدى يطمع، جاره ابتدى يعمل زيه وجاره يعمل زيه وبنفس المصرف. ده خارج حدود الوزاره. انا اللي اقدر اعمله له لحط مكنه او كلام من كده بعمله محضر مخالفه. طب هو بقى فين توعيته؟ هو ان هو بياخد هذه الزراعه فالح بيبيعها في حته تاني
اخوه الناحيه الثانيه بيعمل نفس الكلام ويبيعوله. فهنا اللي عايز اقوله للشعب لاخواتنا لاهالينا احترس كما تدين تدان. فلابد ان انت عندك مصدر راي والدوله مسؤوله عن توفير هذا المصدر والمنظومه شغاله بكفاءه ومفيش يعني بالرغم المشاكل الموجوده كلها لكن مفيش فدان ما بتوصلوش ميته. فخد ميتك من الطريق الرسمي بتاعك لصحتك وصحه ولادك وصحه جارك. وفي الاخر النهارده لو انا كدوله طلعت انسان مريض يبقى انا كده خسرت قوة عمل. النهارده المريض ده هيقدر يدي؟ هيقدر ينتج؟ يستحيل. فبالتالي هنا لازم بقى ايه؟ نوعي الشعب عن طريق طبعا وسائل الاعلام زي ما قلت لحضرتك او عن طريق المؤسسات الدينيه الموجوده سواء كنائس او مساجد. حضرتك ذكرت ان منظومه التلوث اللي موجوده بيتم رصدها. معنى بيتم رصدها يعني معناها انها بترسم، يعني معناها انه في هناك خرائط للتلوث. اكيد اكيد يا فندم. لا ده واقعي، ده موجود واقعي يا فندم. وحصل من سنه تقريبا، احنا شغالين من سنه زي ما قلت لحضرتك في بالتعاون الوثيق ما بين وزاره الاسكان ووزاره الري متمثله في الهيئه العامه لمشروعات الصرف، الهيئه العامه لمشروعات الصرف الزراعي. كان تجربه على مصرف اسمه مصرف كوتشينر او الغربيه الرئيسي. كانت البدايه من هنا. وقلنا والله احنا بنعاني كوزاره ري وانا بعيد استخدام ميه هذا المصرف. طب مين الجهه المسؤوله؟ ابتدت اتعرض الملف على القياده السياسيه، اتعملت خريطه، اتحطت على الخريطه كل نقط التلوث الموجوده على المصرف في الحال تم التوجه لتعاون كافه اجهزه الدوله لحسم هذا المشكله. النهارده احنا بنتكلم مثلا بعد تقريبا سنه اهوت، احنا كنا بنتكلم في شهر 7 السنه اللي فاتت، داخلين على سنه. النهارده احنا كنا بنتكلم كوتشينر بيخدم محافظات المنوفيه الغربيه كفر الشيخ. النهارده من خلال التعاون مع وزاره الاسكان بنتكلم على قرى كانت محرومه من الصرف الصحي في محافظه المنوفيه ما يقرب عن 250 قريه، حاليا داخلين المشروع لمعالجه هذه القرى. طبعا القرى دي كلها كانت بتنمي بالكامل على مصرف الغربيه الرئيسي. نفس الشيء في محافظة الغربية، نفس الشيء في محافظة كفر الشيخ. لما نجحت التجربة احنا كناس حطينا ايدينا على نقط التلوث، كناس مسؤولة عن هذه المصارف، ابتدى طموحنا يزيد شوية. قلنا والله طبعا بتوجيهات قيادات، طب احنا نفكر نحط كل التلوث الموجود على مستوى الجمهورية على خريطة واحدة ونشوف التركيز فيه. لقينا ان معظم التلوث او التركيز موجود كلها في منطقة الدلتا. طبعا نتكلم على غرب الدلتا، نتكلم على وسط الدلتا، نتكلم على شرق الدلتا. وطبعا القناه وسيله يمكن اقل شويه، لكن بنتكلم على شرق الدلتا ووسط الدلتا وغرب الدلتا. فبالتالي الخريطه واضحه، هتعرض على القيادات ان شاء الله. ابتدي برضه على فكره برضه بالتوازي، احنا وزاره الاسكان شغاله معانا في هذه الخريطه. يعني احنا بنحدد النقط على خرائط من خلال المصارف بتاعتنا، هو بياخدها بيبتدي يوقعها على القرى. انا كوزاره ري مسؤول عن المصارف وعن الترع، فبقدر احدد كيلو متراجع الترعه اللي جايب للتلوث. هو بيبتدي ياخد مني هذه الخرائط معموله بجاي اس، بيبتدي يوقع عليها القريه، بيبتدي هو يصمم منظومه الصرف الصحي. طبعا هي شبكات وانحدارات وحاجات، يعني هو ليه تخصصه. فبالتالي بياخد مجموعه القرى ويشوف يقدر يحط محطه الصرف الصحي بتاعته فين، ومن خلال تنسيق من لجنه عليا بيبتدي يقول والله هاخد الناتج ده هعالجه معالجه ثنائيه او معالجه ثلاثيه حسب نوع المعالجه حسب الامكانيات، والله هوديها فين؟ هوديها في المصرف الفلاني في النقطه الفلانيه اللي بقول ما فيش ورا منه ميه شرب، ما ياخدش منه ميه شرب، او ما فيش منه حاجات يعني اذا كان معالجه عاليه شويه ثلاثيه بتاع ممكن هنا بدخله على الزراعات بالخلط. لكن طبعا ميه شرب نصنج يستحيل ايا كان نوع المعالجه. طيب آلية المواجهة بقى، يعني احنا دلوقتي رسمنا الخريطة، عرفنا بالظبط التكدس التلوث فين بالظبط. حضرتك قلت طبعا هو في الدلتا، في الدلتا. يعني معنى تكدس السكان بيبقى فيه تكدس التلوث. يعني آلية المواجهة هل لها إطار زمني؟ يعني هل أنا
اما باجي اقرا بيانات الخريطه من تحت هقول ان ده النهارده، لكن احنا عندنا رؤيه استشرافيه او استطلاعيه ان مثلا على عام كذا هنلاقي الخريطه دي لا مزهوه اكتر بالوان غير الوان التلوث يعني. طبعا كلام سعاده الكلام جميل، طبعا في خطه موضوعه وفي زي ما قلت حضرتك منظومه شغاله وفي رؤيه حتى المدى القريب مش البعيد والمدى حتى البعيد. لكن النهارده المشكله اللي بتقابل الدوله ثقافه المواطن، بمعنى النهارده انا كوزاره اسكان، مش هتكلم عن وزاره الري، هتكلم كوزاره اسكان، النهارده خطط الشبكه بتاعته على مجموعه قرى او مجموعه مباني وابتدي خد هذه المياه ودخلها المحطه بتاعته عشان تتعالج، عشان يرميها في المكان اللي هتروح فيه سواء مصرف او بركه او الى اخره. توسع سكاني، ناس بيبني مباني ثانيه عشوائيه، هيودي فين؟ يضطر نفس الكلام، فبتقابل هنا الدوله مشكله ثاني. بعد ما انشا المحطه بقدرات معينه او تصرفات معينه، طبعا بيحطوا عنده التصرفات المستقبليه، بتواجهه الكلام ده بيجي بس بيخش عنده مخالف. لو بنى قريب لمصرف فبيحط ماسورته على المصرف. فلو ما كانش احنا كمنظومه متكامله متمثله في الحكومه متمثله في المجتمع المدني وافراد الشعب، هنبقى واعيين لهذه النقطه، ان انا عشان ابني قبل ما ابني في مكان معين ابتدي اروح للجهات المسؤوله اقول له والله انا هعمل منشا في المكان الفلاني، عايز اخد له ميه، عايز اودي له صرف، هقول له والله تعالى هتاخد ميه من المكان الفلاني وهتصرف في المكان الفلاني. حتى لو كان منشاه بعيد، ايه المشكله؟ انت عايز تحط بعيد حطه بعيد، بس عندك نوعين من الصرف، اما هتصرف مثلا اذا كان ما فيش خزان جوي شغال ممكن يصرف اللي هو الصرف الراسي وينزع بعد كده في ابار وينزع بعد كده، او تعالى ده انت في قريب خط عندك قريب ممكن تصرف عليه. فالمنظومه لازم تشتغل مع بعض متكامله، يعني ما حدش يعمل منشا او حد يعمل شغلانه غير ما يروح للجهه المسؤوله. انا هنفذ مصنع، انا هنفذ بيت او فيلا او الى اخره، هاخد ميتي منين؟ ميه الشرب بتاعتي، هصرف فين؟ هاخد كهربتي منين؟ ودي طبعا ثقافة اللي هي تقريبا ناقصانا شوية. ولا كتير؟ ناقصانا كتير. ناقصانا كتير بالظبط. نعم. فلازم هنا التوعية. لو قدرت أوصل كدولة لهذه المنظومة بأكد لك إن أي مشروع تعمله الدولة هينجح. حقيقي. طيب. في بقى يعني تصور هو بيحضرني الآن باشمهندس إبراهيم. احنا في مصر السنه دي كانت احنا عندنا تغييرات مناخيه طبعا، فبقى عندنا هطول امطار في اوقات غير متوقعه، كميات غير متوقعه، اسكندريه والبحيره شهدت كميات كبيره قوي من الامطار، عمل ده مشكله في الصرف الصحي مالناش دعوه بيه، لكن انا بتكلم دلوقتي على المصارف والترع، لما بينزل عندي هذا الكم الهائل من الامطار انا ما بعرفش استفيد منه، بينزل مع المياه الملوثه اللي موجوده جوه المصرف اللي انا لسه لحد دلوقتي ما اخدتش هذا القرار الناجز والسريع ان انا اطهرها او انظفها، راحت هباء، راحت سدى. طيب. خلينا برضو نقول يعني التغيرات المناخيه مش على مصر لوحدها، طبعا نتكلم على مستوى العالم. التغيرات المناخيه بنتكلم على مشكله حصلت عندنا قريب نتيجه التغيرات المناخيه، كميات المياه اللي هي هطلت على محافظتي اسكندريه والبحيره تعادل الكميات الميه اللي بتنزل على المحافظتين طول السنه، نزلت في 3 ايام. لو انا بتكلم على استيعابي انا كمصرف او كمجاري مائيه موجوده، بتكلم مثلا على كوبايه موجوده بتسيع حجم معين من الميه، انت حضرتك جبتي ازازه الميه اللي هي اللتر دي وحطيتيها مره واحده، فايه اللي هيحصل؟ خلاص. طيب. هل احنا كوزارة ري كنا عاملين حسابنا لهذا الكلام؟ لا. طب خلينا طب نقول كنتوا عاملين حسابكم؟ اكيد. طيب معلش. احنا عندنا على فكره وزارة دايما توقعاتنا سلبية. حول حضرتك يمكن معظم برضو السادة المشاهدين ما يعرفوش انه وزارة الري من اقدم الوزارات الموجودة في الجمهورية. أول وزارة أنشئت تقريبا، يعني كانت شامل وزارات كتيرة جدا. بس فبالتالي انا كان تعويلي باشمهندس ابراهيم على ان دي مفاجآت يعني. لا ما حول حضرتك المفاجأة بس انت عامله حسابك للمفاجأة اللي جايه ايه؟ ده الكلام. ولذلك النهارده هنتكلم، لو انا مش عامل حسابي واحصر هذه الازمه
كان ممكن تحصل كارثه. وده اللي ما حصلش. فبالتالي هنقول معدل نجاحي او معدل استيعاب وزاره الري، طبعا في اجهزه اخرى اشتغلت معانا في هذا الموضوع. كان قد ايه؟ لا كان متوقع وتم الحسم في وقت قياسي، برغم ان زي ما قلت لحضرتك هي كميات الميه اللي بتهطل علينا طول السنه جت في 3 ايام. طيب انا النهارده لما اجي بصمم شبكه الصرف الزراعي بصممها على استيعاب الصرف الزراعي فقط. نعم. بنفس الكلام شبكه الصرف الموجوده عندي دي طبعا هي بتمشي بانحدارات، عشان انا اقدر امشي الميه في المجال المائي بعمل انحدار، حاجه اسمها انحدار عشان الميه تمشي. لو ما عملتش انحدار الميه فبعمل بانحدار، انحدار مع انحدار مع انحدار بوصل لمستوى معين في منسوب معين لابد من ان انا ارفع هذه الميه فوق تاني عشان اقدر اعمل انحدارات تاني لغايه ما توصل لمكان الصرف النهائي اللي موجود فيها. لو اتكلمنا عن اقليم غرب الدلتا بنتكلم عن الصرف النهائي لكل اللي جاي من الجمهوريه كله بيروح على 3 مصارف وفي الاخر بيروح على البحر المتوسط. بنتكلم على مصرف ادكو ده بيمر من خلال بحيره ادكو على ابو غاز المعديه بيروح على البحر المتوسط. نتكلم على مصرف تاني مصرف اسمه مصرف العموم. نتكلم على مصرف تاني اسمه مصرف غرب النوبليه. دول 3 مصارف رئيسيه بياخدوا كل الميه اللي جايه في منطقه غرب الدلتا اللي هي في محافظه البحيره واسكندريه وبتطلع بيهم على البحر المكان النهائي. طيب هل بيخش عليهم تصرفات اخرى؟ بقول لحضرتك اه، خصوصا محافظه اسكندريه، وعارف حضرتك المشكله اللي حصلت في محافظه اسكندريه تحت الصرف مياه الامطار ومشكلتها مع الصرف اللي هي الصحي وتدخل رئيس الجمهوريه يعني مباشره في هذا الموضوع. وتم الحسم وخصص مبالغ من صندوق تحيا مصر، يمكن الناس تعرف او ما تعرفش يعني اكيد الناس عرفت يوميها في الخبر، حوالي ما يقدر بمليار جنيه للصرف في محافظه اسكندريه والبحيره اللي احنا شغالين عليهم دلوقتي. تقريبا خلصنا يعني تقريبا معظمهم ان شاء الله. لو جات ان شاء الله والواحد يعني بيتمنى تيجي واقدر استفاد منها كدوله. ودي ساعتك اتكلمت عليها. السنه الجايه بقول لحضرتك مش هيحصل ان شاء الله غير ان شاء الله اي اراضي. ان احنا بنتعمل احلال وتجديد لبعض المحطات. بيتعمل توسيع لمصارف معينه، بيتعلى جسور في مصارف معينه. بالمخرج النهائي زي ما قلت لحضرتك بنعمل له النهارده دراسات مع المعاهد البحثيه. في حاجات بتتعمل بالتصميم مباشره، في حاجات بتحتاج قياسات ودراسات والى اخره. المعاهد البحثيه موجوده في الوزاره وخصوصا فيما يخص بحيره ادكو وبحيره مريوط اللي بيعدي من خلالها مصرف العموم. طب المشكله اللي كانت موجوده في اسكندريه صرف اللي هو الصحي ده كله كميات الامطار اللي نزلت، طب راحت فين؟ فين؟ راحت لشبكه الصرف الزراعي بتاعنا. واحنا بناخدها بنوجهها اتجاهات معينه زي ما قلت لحضرتك. قدم الوزاره بيبقى فيه عندنا تراكم خبرات. تراكم خبرات من خلال الازمات والمشاكل اللي بتحصل. احنا بنبني السد العالي، يعني احنا مسنودين على وزاره ري قويه. قويه؟ فيها كوادر. نعم. كوادر ممتازه وعندها نقل الخبرات موجود عندنا. يعني خبراتنا مش مهدره. مش مهدره لا. وان شاء الله مياهنا ايضا كمان ان شاء الله مش مهدره. بإذن الله. باذن الله. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. باشمهندس ابراهيم سلمان رئيس الاداره المركزيه لمشروعات الصرف في غرب الدلتا بوزاره الموارد المائيه والري. شكرا يا فندم. بشكرك شكرا جزيلا. ومشاهدينا الكرام بقول لكم ايضا شكرا، والقاكم بكره باذن الله في قبل الميعاد بساعتين ان شاء الله. انتظرونا. هذا البرنامج برعايه